احنا والله سعيدين جدا، كملنا البرنامج هنا بالرياض قبل قليل، جينا من دبي هذا البرنامج أسترولاب سكيلينج أونلاين ستارت أبس لهذا خامس ورشة هنا بالشرق الأوسط. والله يعني اللقاء كان رائع جدا، من يعني 10 شركات اونلاين هنا بالرياض. طبعا الويكند هذا يعني صراحه كانت تجربه جدا مميزه لي، يعني الشيء الاساسي اللي جدا استفدت منه وجودي هنا مع صناع تجاره شباب بعمري زي ويواجهون تقريبا نفس المشاكل، فجلستنا مع بعض كلامنا مع بعض كلنا نشوف تحديات هذه مع بعض ونحاول نحلها مع بعض، هذا بشكل يعني جدا ممتاز ساعدنا صراحة. استفدنا منهم، كان في شير للإنفورميشن بين كل المتاجر الإلكترونية والستارت أب الناشئة، كل أعطى وجهة نظره، فكل الجميع كان مستفيد وكان الفيدباك مرة بوزيتيف. إضافة لذلك كان في أشياء جديدة تعلمناها من الضيوف وكذلك من المحاضرين، فكانت خلينا نقول حزمة من الأشياء اللي الواحد يستطيع أن يطلع من الوركشوب ويستطيع تنفيذها بشكل مباشر وآني على موقع إلكتروني. أثار اهتمامي جدا الطريقة والنموذجية اللي يأخذونها وتكلموا عنها في المشروع، اللي تعتمد على الكثير من الاختبارات والكثير من القياس. واحد من أهم الأشياء اللي حضرت في الدورة اللي هو أهم المعايير اللي لازم تراقبها وتختبر، وبعدين ترى أثر الاختبارات على اللي تنفذها على 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 هذه المقاييس. الورشة رغم أنها مكثفة جدا وقصيرة في ويك إند، غطت جوانب تحديات كثيرة يواجهها الشركات الصغيرة في التجارة الإلكترونية، وأتوقع أنه الحين عندنا أسابيع قادمة حافلة بخطط، فقط خطة يعني استفدنا من هذه الورشة في أننا نعملها. نود أن نشكر المركز أمير سلمان للشباب، شريكنا الاستراتيجي بهذا البرنامج أسترولابز سكيلينج أونلاين ستارت أبس بالرياض، وأيضا بادر شريكنا الذهبي هنا اللي يعني ساعدنا على يعني إقامة يعني الورشة هنا بالسعودية.